يطلبون من سماحة الشيخ المجاهد الشيخ صلاح العبية الناطق الرسمي باسم سماحة السيد القائد مقتدى الصدر أن يتفضل مشكورا ليعتني منصة من مجالنا لنترنم بكلماته الطيبات المباركات محفوفا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. أين المبتغى في الناس؟ هل حضرنا في هذا الاحتفال الكريم لمبتغى يرضي الله؟ أم حضرناه لمبتغى نرضي به أنفسنا؟ فإن كنا من القسم الثاني فتحسن لأنفسنا أمام هذه القامة المجيدة وهذا الشهيد العظيم ما بين علي الكعبي ومحمد الصدر، تسخر النفس من نفسها. ماذا قدمت؟ ماذا قدمنا؟ كيف لنا أن نوصف بالجهاد ونحن أمام مدرستي الجهاد لا نفقه كتابتها وقراءتها؟ أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم يحتوون على النقائض من الصفات، تراهم ركعا سجدا، الذين معهم أشداء رحماء، يضحكون من قلوبهم، يبكون في بكل مرارة في أسارهم، يعطون خير العطاء ويقبضون أشد القبض. أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليسوا دائما طيبي القلب مع من يستحق ومن لا يستحق، هم طيبون مع من يستحق، ولكنهم أشداء على الكفار، أشداء على المنافقين، أشداء على المخربين، أشداء على الفاسدين. فأين نحن من أن نفهم أن صفات أتباع الرسول الأكرم ومن سار على نهجه يجب أن تكون حاوية على كلا الطرفين، ولكن كل في مكانه وكل في محله. مع شديد الأسف نشهد اليوم الكثير منا، ما أتهم آخر، أتهم نفسي، الكثير منا يجامل الأخيار ولكنه أيضا يجامل الفاسدين، يتحبب إلى المؤمنين ولكن مع شديد الأسف يتحبب إلى غير المؤمنين. هذه صفات المؤمنين وصفات أتباع محمد وآل محمد. لنراجع أنفسنا لو كانت هذه صفات من هم أتباع محمد وآل محمد لا يستحق الشهيد علي الكعبي هذا الاحتفال، لأنه أبى أن يكون مجاملا مع الطغاة ورضي، بل استقر قراره ودعا الله مليا أن يكون مع الشهداء. لكن أمام من؟ شهداء أمام الظالمين والطغاة، أمام الفاسدين والمفسدين. إخواني، الكارثة الأكبر اليوم يتخلل صفوفنا ويرتدي جلبابنا ليس فقط من يجامل الفاسد، لا بالعكس، من يحارب المؤمن ويجامل الفاسد، ويجد منا الكثير من الترحاب والكثير من كلمات المجاملة. فأين نحن في هذه الذكرى؟ اليوم أرفع التهاني، لا أعزي أحد، حتى أخونا حاج حسن أهنيه على ورد، وأهني كل صدر وكل مؤمن وكل مسلم وكل عراقي أن هذا البلد أنجب مثل هذا الشهيد
الشباب الأحقاء شيء نادر وقليل، والأمم إنما تحتفي بمثلهم لأنهم قلة، أما نحن ولدينا منهم الكثرة، ولكن تتغير وتتقلب قلوبنا عنهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعتهم ويمكننا ويثبتنا على طريقهم، ويمن علينا بنهاية نهايتهم من هذه الدنيا لأنها بداية حقيقة عند الله جل وعلا. وأسأل الله أن يرحمنا وإياكم بخالص رحمته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.